ابنتي المقاومة المرحومة ملكة الفاسي، المرأة الوحيدة الموقعة على وثيقة المطالبة بالاستقلال، السيدات بنات المقاومة التي صدرت فيها ثورة وطنية بكل المعاني والمقاييس عكست وباقت وان تسلمهما الأستاذة خديجة مازنبي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا فاطمة الزهراء الفاسي، نجلة الملكة الفاسية المرحومة الموقعة الوحيدة على وثيقة المطالبة بالاستقلال، وقامت اليوم المؤسسات يد في يد للتنمية المستدامة مع مندوبية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير بتكريمها مع ثلة من الموقعين وبتكريم السيد المندوب السامي. أنا جد فرحة لأنه لابد من ذاكرة، لأنه بدون ذاكرة لا يمكن أن يكون لبلاد أن تسير للأمام. والحمد لله الوالدة كانت المرأة الوحيدة الموقعة عليها، وكانت هي اللي كانت صلة هي والوالد رحمه الله مع القصر الملكي والحركة الوطنية، وفعلت الكثير من أجل هذا الوطن. الله يجعلنا نمشي على طريقهم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.